ماكو غير جي بي اس. عطني 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 يوبا جي بي اس. ماكو غير جي بي اس. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج جي بي اس. اليوم كشتتنا عن الخيل، واللي راح يعرفنا على الهواية هذه بشكل أكثر معنا اليوم أخوي صلاح الأمير. يا هلا والله. يا حياك الله، الله يسلمك. ومعنا بعد اليوم علي عبد الهادي أبو محمد. حياك الله. هاوي ركوب وتربية الخيل. خلكم معنا ونعرف على الهواية هذه بشكل أكثر. تابعونا. شكو ماكو يا الأخو، شكو منو بالدوانية، منو زحمة يا أخي من أبراج الكويت للمسيلة. ودني فيلك شك جي بي اس ماكو غيره، أمي وأبوي في الجزيرة يا جويرة. حطني بالك يوبا نبي بر يوبا، كشتة سريعة بالمطلع وشغل جي بي اس. ودني البحر يوبا أبي موية يوبا، يا يبق واحد داقة بالخليج ومشغل جي بي اس. قل يا جي بي اس ماكو غير جي بي اس. عطني 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 يوبا جي بي اس، ماكو غير جي بي اس. يا اهلا فيك يا ابو محمد. يا حياك الله. الله يسلمك. الله يخليك ابو محمد. انت الفتره الاخيره او الفتره طافت وايد انشهرت ان انت تطلع بلبس معين او زي معين وتركب الخيل، نفس ما قلت لنا قبل شوي. اي نعم. فابيك تكلمنا عن هذا بشكل اكثر. اول شيء اهلا وسهلا فيكم. هلا فيك. وبمشاهدينا وباهل الكويت كلهم ان شاء الله. والله يحمي ان شاء الله ديرتنا. ان شاء الله يا رب. اللبس اللي يعني اتكررت وقمت لبسه واجد في ركوب للخيل ما هو إلا محاولة مني لنشر ثقافة لبس الموروث الشعبي اللي هو لبسنا الكويتي، اللي هو بدقلة ولا بدشداشة وتشيل يعني صفة الفارس. فارس الخيل اشتهر بأنه على ظهر الخيل يكون عنده سيف في وقت المعارك والغزوات. حلو. واشتهر انه مثلا يطعن برمح، واشتهر انه يغزو بالغزو ماله بندق عنده. حلو. فكل هذه الادوات طبعا النبله احنا يعني ما لحقنا او جيلنا او جيل ابائنا او جيل الكويت، نشأت الكويت ما لحقت على ان معاركهم وغزواتهم بالنبله، لكن السيف والبندق والرمح هذا استخدموا في معارك الكويت وغزواتها. فأنا هذه محاولة مني، أنا الحين تقريبا في منتصف العمر يعني قريب 60. الله يعطيكم في العمر. الله يسلمك. ودنا ننشر هذه الثقافة لبس الموروث الشعبي، وأن نكون يعني بهذا اللبس على ظهر الخيل. كل هذه مجرد محاولات، وأشوفها يعني أنا أن ليش الواحد ما يعتز بهويته. صح. الأجنبي إذا هو يبي يركب الخيل يلبس خلينا نقول بنطلون، وفي من الناس يقولون والله إن البنطلون الاسترتش هو مثلا يناسب هذه الرياضة. أنا أقول هم نفس الشيء، الدشداشة ما قاعد تعيقني في لبسي أو في ركوب للخيل، فهذه يعني كل من وعلى راحته. يعني أنا أرتاح ألبس الدشداشة وألف القطرة على رأسي وأطلع وأركب على الخيل. حلو. إذا بيعرف أنا شلون يعني وصلت حق هذه الفكرة، وإنه وصلت إن أنت بتنشر هذا الشيء وإن اللبس المعين هذا، شلون جت لك هذه الفكرة؟ وإنه هل أنت من الصغر يعني كنت بدشداشة تركب الخيل، ولا يعني تناقلتها مع أهلك، ولا إنه بيعرف شلون؟ لا والله أنا تقريبا بدايتي أو مو بدايتي يعني كنت يعني قبل أركب خيل، نركب خيل مثلا إذا إحنا سافرنا خارج الكويت، أو يوم إن إحنا كنا صغار بالسبعينات أول السبعينات تقريبا نركب خيل إذا كان في مدن الملاهي اللي هي كانت قريبة على مناطقنا كيفان ولا غيرها. زين. لكن بدايتي الفعلية لركوب الخيل كانت تقريبا من 10 سنوات 9 سنوات. يعطيك العافية. يا حياك أخوي علي عبد الهادي. حياك الله محمد. الله يسلمك. أبيك تكلمني عن ركوب الخيل. أبيك. نعم. يعني متى بدأ حبك للخيل، أو إنه متى بلش هواية الخيل؟ طبعا هذا امر متاصل في شخصيه الانسان العربي او شخصيه الخليجي، لان هذا يعني امر متاصل
تاريخيا في بلادنا من حيث الحكام ومن حيث ايش الشعب، حب للخيل، حب ركوب الخيل، تربية الخيل، إنشاء مرابط الخيل، فهذه منذ يعني القدم. أما بالنسبة لي فمنذ الصغر نحب الخيل، نركب الخيل مثل ما قال أخوي أبو محمد، نركب في الأماكن المفتوحة، أماكن الملاهي، أماكن اللي مفتوحة لنا كلنا. لكن كيعني اقتناء للخيل، تدريب على ركوب الخيل تقريبا 10 سنوات 11 سنة تقريبا، يعني كاهتمام فعلي. ليش نحب الخيل؟ أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني الخيل في الخير، الخير في الخيل إلى يوم القيامة. وهذا الخير وين؟ تلاقيه بكل مكان، ومنها يعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حق ولا شك في ذلك. فهذا شيء. ثاني شيء، هواية الخيل لها تأثير. ليش نحب الخيل؟ لأن هواية الخيل وركوب الخيل لها تأثير جسدي على الإنسان من حيث عضلاته وجسده. ثانيا، هناك صفات في الخيل تنعكس على صاحبها من كثر ارتباطه فيها، منها الصدق، الأمانة، الشهامة. الخيل ما يقدر، الخيل يحب صاحبه، الخيل هذه أشياء تلاقي متواصلة بين صاحب الخيل وبين راعيه. فهذه الصفات مرتبطة في الخيل وفي أهلها، فذلك تجد أهل الخيل مرتبطين دائما بخيلهم ما يقدرون يفارقونها. حلو. اي نعم ما شاء الله. خلكم معنا وراح نتعرف على الخيل بشكل أكثر، تابعونا. عطني 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 يبا جي بي اس، ماكو غير جي بي اس. ابو محمد، اول شيء الحين تكلمنا عن الخيل بشكل عام. نعم. الحين نبي نتكلم بشكل أكثر وبدقة أكثر. احنا عرفنا الخيل انه له اكثر من نوع، في انواع. نعم. نبي نعرف شنو انت اول خيل اقتنيته؟ الخيل اللي احنا نقتنيها ونحبها واللي هي مملوكه عندنا واللي نمارس فيها هواياتنا هي الخيل العربيه. الخيل العربي له صفات كثيره يعني نتميز فيها، منها قوه، الشجاعه، الجمال، هذا نجدها في الخيل اللي احنا نحبه. لان تعرف الخيل، في خيل تستخدم للخياله وممارسه ركوب الخيل، في خيل تستخدم للسباقات بأنواعها، لكن يعني احنا الخيل اللي نحبها واللي لنا ارتباط فيها هي الخيل العربية. نعم. زين، وانت الخيل اول خيل اقتنيته شنو عربي؟ شنو نوعه؟ خيل عربي، اول خيل اقتنيته خيل عربي بلدي، يعني مو مسجل ولا شيء. واهو. مو مسجل لا منظمة الواهو ولا في بيت العرب ولا في مكان. حلو. ايه اخوي صلاح، الحين ابي اسالكم اكثر، الحين هواية الخيل هل انتم ماخذينها كسباقات ولا ان اخذنا حب وهوايه وكتمشي بالشارع واللبس الرسمي؟ لا والله احنا اخذنا يعني حبنا للخيل كان من خلال اللي هو الخياله، اللي هو الطلعات اليوميه نتمشى مع الخيل، وحرصنا على ان يكون تمثيلنا على ظهر الخيل من خلال المناسبات الوطنيه. يعني احنا مالنا في السباقات، لان اذا بنروح في موال السباقات يعتبر يعني تشغل بالك فيها وفيها يعني من يهواها، احنا ما نهوى، احنا نهوى وناستنا، احنا شارين صحتنا النفسيه ووناستنا اليوميه. اتخذت اداه الخيل واللبس الشعبي اداه لتحقيق اهدافي، اللي هدفي بان ارفع بيرق الكويت واعتز بالهويه من خلال اللي هو ركوبي للخيل. أنا أحب أني أنشر ثقافة أو أوسع من سمعة دولة الكويت من خلال ركوب الخيل ولبسي اللبس الشعبي أو الموروث الشعبي على ظهر الخيل. حلو. زين، أنا بسألك بهالموضوع أكثر، اقتناء الخيل تجارة مكلفة؟ والله إيه، هي هواية مكلفة لكنها تجارة. حلو. دائما اللي يعني يروح بهواية الخيل أنا ما أقول خسران، أنا أقول ربحان نفسه وربحان مثل ما تقول سعادته وقضاءه ليومه سعيد يكون. هي هواية مكلفة وتربيته مكلفة وربط الخيل مكلف وعلاجات الخيل مكلفة. يعني أنا يعني من خلال 9 سنوات أنا ممكن ما أروح عيادة خاصة، بس لكن أنا مع الخيل ملزم بأني أودي خيلي إلى عيادة خاصة. حلوين. يعني إيه؟ تقدر تقول انه شوي مكلفه بس انه
اعطيك لها متعه نفسيه اعطيك اياها. مثلا انا ممكن اروح مستوصف عام، اي مستوصف عام اتعالج فيه باحسن علاج، لكن الخيل ما عسى الا اخذ دواء معين اقل فاتوره اطلع فيها 20-30 دينار. اخوي علي الحين ابي اتكلم ان الحصن هل انه لازم يكون لها مكان معين او مزرعه معينه، ولا انتم عندكم مكان خاص فيكم؟ لا، الخيل اما تكون انت يعني تملك مربط او تملك اسطبل كامل يكون لك باسمك، او انه تبحث عن اسطبل يعني يسمح لك بتاجير غرفه لحق حصانك. حلو. فاحنا اغلبنا تقريبا نبحث عن الاسطبلات اللي تسمح لنا ان ناجر ونحط خيولنا فيها. حلوين. اي نعم. حلو. فهذا ارتباطنا فيها يعني. تمام. ما نملك مزارع، ما نملك اسطبلات، كل واحد يهتم بخيله على حسب مقدرته. حلوين. نعم. خلكم معانا نعرف اكثر عن الخيول، تابعونا. ماكو غير جي بي اس. بما ان الحين تكلمنا عن الخيول بشكل اكثر وتعرفنا عليهم، الحين خل نشوف هواية ركوب الخيل. شو رايكم نروح نشوف؟ يلا توكل. يلا توكل. يلا. شكو ماكو يا الاخو، شكو منو بالديوانيه، منو زحمه يا اخي من ابراج الكويت للمسيله. ودني فيلك جي بي اس ماكو غيره، امي وابوي في الجزيره يا جويره. حطني ببالك يبا نبي بر يبا، كشتة سريعة بالمطلع وشغل جي بي اس. ودن البحر يبا، أبي موية يبا، يا يبا واحد داقة بالخليج ومشغل جي بي اس. قول يا جي بي اس ماكو غير جي بي اس. عطني 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 يبا جي بي اس، ماكو غير جي بي اس.